بس هيدا مساء الخير. اول شيء انا صوت عالي، انا كثير سعيد اكيد انه نكون عم نلتقي الليله سوا، ونحن ملتقيين بالنهايه على محبه لبنان، وكل يلي عم نعمله اليوم مش عم نعمله لا باسم التيار الوطني الحر ولا للتيار الوطني الحر. السيادة والاستقلال ما كانوا للتيار، إن لكل لبنان. نحن قتلنا كرمالهم، نحن وغيرنا. وحقوق الناس إن مش لفئة من الناس، إن لكل الناس، وهيدي معركتنا الجاية. اللقاء بباريس عطول له نكهة مميزة، لأنه باريس بتبقى الأرض يلي احتضنت لعماد عون بمنفاه، وقت يلي اضطهدنا وقصينا من لبنان. هي ارض الحريات يلي اطلق منها التيار والار بي ال معركه استعاده الحريه والسياده والاستقلال. وعمت العالم كله وصلت لامريكا بقانون استعاده السياده، ومنها رجعنا بال 2005 للبنان محررين ومحررينه للبنان. وهي الارض يلي عم تنطلق منا اليوم معركة تحرير لبنان من الفساد ومن الفاسدين، والشرارة الأولى بمعركة إنهاء زمن اللا عقاب. طلعت من باريس بمذكرة التوقيف الدولية يلي صدرت بحق حاكم لبنان وسارق أموال اللبنانيين رياض سلامة. ومثل ما انتصرنا بتحقيق السيادة انطلاقا من باريس، رح ننتصر بتحقيق العقاب وانهاء زمن اللا عقاب انطلاقا من باريس. هيديك كانت معركة السياديين الحقيقيين والاستقلاليين الفعليين ضد الخانعين والتابعين، وهيدي معركة الإصلاحيين والأوادم ضد الفاسدين. هيدي المعركة له الشرف التيار الوطني الحر إنه يقدم أوادمه على مذبح العدالة لتنتصر العدالة على الظلم وينتصر الحق على الباطل. تيار عم بيقود الثورة الحقيقية على الفساد. كتار شككوا وما صدقوا، مثل ما بالزمانات ما صدقوا قضية استعادة السيادة وتهكموا علينا. أنا أقرب المقربين لإلي بعدهم لمبارحة بيقولوا لي من عقلك رح يتلاحق أو يتحاكم رياض سلامة، وأنا كنت على طول فكر وجاوب ما ممكن شعب حي فيه تيار حي ينكسر قدام حاكم سرق له أمواله. كتار شككوا مش بس بقدرة التيار، الأهم أنه شككوا بمصداقيته بمعركة الفساد وبانغماسه بالفساد، وحملونا ظلم وكذب بمسؤولية التجديد لرياض سلامة، وهي بالحقيقة عجز عن تغييره بسبب فقدان ثلاث عناصر لتغيير حاكم مصرف مركزي بلبنان. واحد، موافقة رئيس الحكومة. اثنين، موافقة وزير المال. ثلاثة، موافقة تلتين الحكومة. هيدا غير للأسف موافقة الخارج
يلي دعموا بمكانه يلي بهددنا بانهيار العملة إذا مسينا فيه. كمان تهمونا ظلم بكتير اشياء. منا بتسمعوا رقم الأربعين ساعة 45 ساعة 50 أوقات بيوصلوا للستين مليار دولار بالكهرباء. وهن الحقيقة هودي قال انصرفوا فساد بأيامنا. وهن الحقيقة 22 مليار دولار انصرفوا من التسعينات لليوم حق فيول لتشغيل معامل الكهرباء لأنهم رفضوا من وقتها ورفضوا لما كنا بالوزارة يزيدوا تسعيرة الكهرباء تتبطل الدولة تخسر من الكهرباء وتصير تربح مثل ما هون بتعملوا بفرنسا بكل بلد متطور. اليوم عم بيحاولوا كمان يتهمونا بالفساد بالسدود. هلا هيدي نغمة جديدة رح تسمعوها. ومثل ما ربحنا عليهم بالقضاء بمعامل الكهرباء وبالبواخر رح نربح عليهم بالسدود لأنه الحقيقة وحدة وبسيطة. هي انه انهارت الدولة ب 17 تشرين وما تكملت السدود لأنه المتعهدين ما قدروا يقبلوا يقبضوا بالليرة اللبنانية لما راحت قيمة العملة. كل هيدا الشيء بتلاقوه عم يتحول بالكذب. ليه؟ بس لا يكسرونا بمعركتنا يلي عم نقوم فيها ضد الفساد. يلي تنمروا عليكم هون بباريس رح تطلعوا بعيونهم ورح يخفضوا عيونهم ويستحوا منكم على كل كلمة ظلم حكيت بحقكم. لأنه نحن وأنتو فينا نسألهم اليوم وين كانوا بمعركة الكهرباء لما كنا عم نحاول نجيبه؟ وين كانوا بمعركة الغاز والنفط لما كنا عم نقاتل لنقرر لهم قوانينهم ومراسيمهم كانوا عم يتفرجوا علينا؟ وين كانوا بمعركة التدقيق الجنائي يلي لليوم بعدنا عم نركض وراه وهو عم يركض منا عم يخفوا الأرقام ويأخروا التقرير؟ وين كانوا لما عم نعمل بمجلس النواب معركة ورا المعركة لنقر قانون استعادة الأموال المحولة للخارج وقانون كشف حسابات وأملاك كل اللي بيشتغلوا بالشأن العام؟ هيك بتبين الحقائق بهيك قوانين ومشان هيك ما بيقروها. وين كانوا وينهم اليوم بمعركة ملاحقة ومعاقبة رياض سلامة؟ بكرة بيركضوا لحتى يلتحقوا لما بنربح المعركة وبيشحطونا برا مثل ما ب 14 أدار صاروا هن السياديين ونحن التابعين، ومثل ما ب 17 تشرين صاروا هن الإصلاحيين ونحن الفاسدين. هلا لما بيشوفون عم بيسقطوا بيركضوا وبيصيروا بدهم يحطونا على جنب. ماشي الهام ماشي الحال، المهم انهم يجوا ويلتحقوا بهالمعركه. بدي اقول له لدكتور طعمي، ما بعرف اذا موجود معنا هون، بدي اقول له انك بكره بتطلع فيهم واحد واحد، هودا يلي تنمروا عليك وتطلعوا فيك انت وكل شباب وصبايا الارتقال، وبتقول لهم صح النوم وين كنتوا؟ وبتقول لهم ما خلونا بس نحن كملنا ومكملين رح نبقى لننتصر للبنان. يلي بيشجعنا بهالمعركة انه في ابطال قضاة مثل غادة عون ومثل جون طنور. وعقبال انتفاضة كل قضاة لبنان الاوادم، لانه نكتار الاوادم اجا وقت انهم ينتفضوا. ومعنا مناضلين ابطال كتار هلا وديع سمى اسم منهم
وما منلحق يمكن نسمي الكل أو نذكر الكل، ولكن قيمتهم أنه من كل مناطق لبنان ومن كل طوائف لبنان ليأكدوا أنه هيدي معركة وطنية منا طائفية، لأنه الفساد ما له طائفة واحدة. نذكر منهم عمر حرفوش وحسن خليل وبشرى الخليل وحسن علاق وجريدة الأخبار والصحفيين الأبطال فيها وكل الصحفيين الأوادم يلي لليوم بعدهم أحرار ومتحررين من قبض الرشاوى ليقدروا يضل ألمهم حر وضميرهم حر ويكتبوا بحريتهم ما يكون ضميرهم وألمهم من شريين. بعدهم أحرار من أموال رياض سلامة يلي اشترى نص البلد تيمدحوا فيه تيقدموا له الجوائز هو وعم يسرقنا يسرق لنا أموالنا. لازم تعرف هالمنظومة بالبلد انه هيدا بلد بعد فيه احرار ما بينشروا بمصاري وما بيترهبوا بالتخويف وبالتطويع بالتخويف وما بيخضعوا لتهديد، ولو جاي من رئيس حكومة او من قاضي مرتشي عم يقبض تيقبض عليهم. والتيار يلي انجب مناضل مثل وديع عقل ما بيخضع. وان شاء الله ما تاخذني وديع، ان شاء الله يدقوا فيك تيكونوا عم يدقوا كل فينا كلنا وتيطلع لنا اجيال من الشباب المناضلين مثل ما نحن كنا مناضلين لتحرير لبنان من الوصاية، هن مناضلين لتحرير لبنان من هالمنظومة هيدي. هن واهمين ومفتكرين انه القصة توقف هون، اصلا ما صدقوا انها بتوصل لهون، والدليل هو استهتارهم بالقوانين والخفة يلي بيتعاطوا فيها مع القوانين ومع الناس. لو ما هيك حاكم مصرف مركزي بخالف قانون النقد والتسليف يلي بيقول له بشكل واضح انه ما بحق لحدا من قرايبه يتعاطى باي شيء بخص عمل المصرف المركزي، ويلي بيقول له ببند تاني بشكل واضح انه المصرف المركزي ما بحق له يدفع عمولات قد ما انه مستهتر بالقانون. وفيكن خلى خيه يطلع عمولات ب 330 مليون دولار على سندات خزينه للدوله اللبنانيه. هيدا الاستهتار يلي بيخلي رئيس حكومه يتعاطى بقروض سكنيه مدعومه ببلده. هيدا استهتار. ويلي بيخلي شركاته تتعاطى مع شركات الحاكم بعمليات مصرفية مش رح اوصفها، يلي بيعتبر انه ما بيصير شيء. وهذا الاستهتار بخلي قضاة كبار يقبضوا رشاوى ويحولوا اموال لبرا بوقت انتوا اهل فرنسا اللبنانيين يلي هون انتوا عم بتموتوا وتعيشوا لتحولوا دولار يا لتدفعوا فيه عملية جراحية لحدا او لتدفعوا فيه قصة ولادكم او لتدفعوا فيه اجار بيتكم. كانوا هن عم بيحولوا ملايين الدولارات للقضاة وللمصرفيين وللاعلاميين بس تا يضلوا ماسكين شبكة الاموال والمصالح على حساب صحة ولادكم وعلمهم ومستقبلهم. هذا هو الاستهتار يلي بخليهم حاطين راسهم بالتراب ومش شايفين، بيعتبروا انه ما حدا شايفهم. انا بدي اقول لهم انه هيدا اللي صار هيدا بس البدايه،
وبعدنا بس بعدنا بس برياض سلامه وبقاضي بفرنسا وبفرنسا. بعد في قضاة كتار غير بفرنسا. بعد في كتير. وبعد في بلدان غير فرنسا. موناكو ولوكسمبور وسويسرا والمانيا وانجلترا وغير شر 13 دولة فيها هيك عمليات مصرفية. وبعدنا برياض سلامة في وزراء ونواب ورؤساء وسياسيين واصحاب مصارف واصحاب نفوذ وبدنا نلحقكم واحد واحد. انتو يلي سرقتونا وسرقتوا شعبنا وتهكمتوا علينا عملتوا لنا شو؟ بولينج. رح نشوف مين رح يعمل بولي. وانتو يلي مولتوا عمليات الاغتيال السياسي لقلنا. مبدا اللا عقاب انتهى خلص. وخطورته مش بس انه بيترك ناس مجرمين بلا عداله. خطورته انه بيشجع غيرهم على الجريمه. والاخطر والاخطر انه بيعلمهم على الاستخفاف والاستهتار بالناس وبحقوقهم. تخيلوا قدام مستهترين لحتى ما يضطروا يعملوا قانون كابيتال كنترول بعد 3.5 سنين من الازمه. وابشع انه بعدهم لليوم بيهربوا اموال لبرا من قلب المصرف المركزي ومن قلب المصارف اللبنانيه وبيدفعوا عليها عمولات ليطلعوها لاصحاب النفوذ. هذا الاستهتار لانه معتبرين الشعب اللبناني مدجل. انسرقت امواله وما انطفت الا ما حركته بعض الخطط المموله والثورات الملونه والتلفزيونات المتلونه. هذا الاستهتار لانه في نواب ما بيشعروا انه هن عليهم ضغط من شعبهم تيقروا قوانين بمجلس النواب. قوانين بترد اموال الناس. بالعكس بيشاركوا باستكمال المؤامره ووضع اليد على اموال الناس. هذا الاستهتار الكل مسؤولين عنه لانه بيعتبرونا ان ما بنتحرك وبيلهونا بامور تانية معيشيه ويوميه. وهلا اكيد كلنا سوا ملتهيين بامر مهم مثل رئاسه الجمهوريه. ملتهيين بمشاكلنا اليوميه ولكن ناسين انه في ناس احرار وفي تيار وطني حر لا بيسكت ولا بينسى ولا بيرضى. ولو شو ما التهم او تاخر او قصر بينفض الغبار عنه وبينتفض. تخيلوا الوقاحه مش بس استهتار، وقاحه ابشع. الوقاحه انه رئيس الحكومه بيمنع الكهرباء عن بلده وعن مدينته وعن الشركه يلي بمدينته وبياسس شركته الخاصه تيعمل اموال من الكهرباء لجيبته مش لخزينه الدوله. تخيلوا الوقاحه انه وزير ما بيدفع ثمن معمل الكهرباء يلي عم ينعمل بارخص الاسعار وباحسن المواصفات وبروح بنبش على العموله ليشتري فيها شقق وبيوت برا وبتجي التفاصيل بوقتها. وتخيلوا الوقاحه انه سياسيين بيمنعوا عن شعبهم وبلدهم الكهرباء والمي والنفط وعن مواطنينهم حق المواطنه وعن منتشرينهم حقهم بجنسيتهم و565 مرسوم بضميرهم واقفين اليوم ما عم بيتوقعوا للبنانيين مستحقي الجنسيه والالوف واقفين مش عم بيندرسوا لانه 565 واقفين مش عم بيتوقعوا.
لانه عم بيستهتروا بمودعين وباموالهم، وبيروحوا الاحلى بيطالبوا دول انها تمولهم وهن اموالهم تاركينهم برا، وبتقول لهم الدول ردوا مصرياتكم على لبنان فنحن نعطيكم مال للبنان، ساعدوا حالكم لنقدر نساعدكم. تسمعوها على طول هيدي الكلمه، هيدي الوقاحه سببها الاعلام المتواطئ، متواطئ معهم وساكت عن فتحهم لانه قابض منهم. وهيدي الوقاحه وكل اعلامي تسمعوه عم بيدافع ما تستغربوا شو السبب. وهيدي الوقاحه سببها القضاء المتواطئ معهم وبيضب الملفات بالجوارير المتعلقه فيهم وبيفبرك ملفات للاوادم، هيدا القضاء. وهيدي الوقاحة سببها سكوت الناس عنهم وسكوتها عن أموالها لتعوض عنها بطلبات صغيرة وخدمات صغيرة. هيدي الوقاحة لأنه كتار منهم وصلوا باسم الثورة وتعب الناس فيها وصدقهم فيها، وبعدين يتدجنوا بسرعة أو طلعوا من الأساس ضالعين بلعبة إلهاء الناس وتيئيسهم. وهيدي الوقاحة لأنه معتبرين أنه التيار الوطني الحر لوحده ما بيقدر عليهم وما بيقدر يحرك الناس أنها توقف معه. وأنا اليوم رح خبركن شو رح يعمل التيار وشو خطته، وهيدي مش سر بيناتنا، هيدي لكل الناس. تذكروا منيح، تذكروا لما كانوا يقولوا لنا أيام الحرية والسيادة والاستقلال انه انتوا اولاد شو بيطلع منكم، وكان جوابنا انه التحرير رح يكون بنقطه تقاطع بين اراده داخليه ثابته ودائمه وبين جهد خارجي او عمل خارجي متقطع متعرش، ولكن بلحظه رح يلتقيوا. وبهيدي اللحظة بيوقع التحرير، وهيك انعمل، وهيك رح يعمل اليوم التيار بمعركة الفساد. التيار رح يبقى مستمر بنضاله وبخطه وبالمسار لتحرير البلد من الفساد، رح يتلاقى مع خطوط قضائية داخلية وخارجية. بالداخل ما رح احكي عن قضاء، رح احكي عن بعض القضاة الأوادم، وبالخارج رح احكي عن قضاء أوروبي وإن شاء الله بيصير أمريكي. وكل ما بيتقاطعوا الخطوط القضائية بده يسقط واحد من المنظومة. تذكروا كل ما يعملوا هيك خطنا ثابت قضائي قانوني سياسي اعلامي، كل ما يلتقى فينا خط عرضي وكيف ما جاي يكون جاي من برا بقضاء دولي بده يسقط واحد من المنظومه. وهيدا سقوط قضائي لرؤوس ماليه ومصرفيه، ولكن الاحلى رح يكون سقوط الرؤوس السياسية والكبيرة. وهيدا رح يكون تقاطع كمان بين إرادة سياسية داخلية وثابتة بيمثلها التيار الوطني الحر وكل مين بيوقف معه. تلاقي رغبة خارجية بالتخلي عن اللي استنفذوهن واستعملوهن واستهلكوهن واجا وقت انه يكبوهن. وهون بيكون السقوط العظيم، لانه السياسيين اللبنانيين تعودوا على خضوعهم للأناصر ولا مرة خضعوا لشعبه، والدليل سنوات الخضوع بكل الأزمنة بتاريخنا بدون ما عدهم من دون حساب من دون محاسبة. ما بيعرفوا انه الانظمة يلي بيشتغلوا عندها تشتغل اوقات ضد بعضها،
وما بيعرفوا انه الاجهزة يلي بيشتغلوا عندها تشتغل كمان اوقات ضد بعضها، وانه الدول يلي دعمتهم بداخلها في ناس في سياسيين عندهم مصالح سياسية داخلية ضد حكامهم، وبقلب دولة واحدة بتلاقي مستشار ضد مستشار وسياسة ضد سياسة وجهاز ضد جهاز، وبقلب الجهاز في ناس ضد بعضها، ولما واحد بتصير ملفاته هالقد مكشوفة عند الأجهزة أو عند القضاء أو عند اثنين وعند الرأي العام تسقط عنه الحماية الكبيرة، بتصير الحمايات الصغيرة والجزئية ما بقى بتكفي تغطيه، وما بيعرفوا كمان انه لما بيسقط حدا كبير من المنظومة بيصير خايف منهم وهن بيصيروا خايفين منه، وبيصيروا مين بده يكشف مين بالأول ومين بده يفضح مين بالأول. القصة بتبطل قصة قضاء وحجز أموال وأملاك، بتصفي قصة حبس والله يستر من الأكثر ومن الأعظم. اليوم الملفات عم تنكشف، ورقة عم تكشف الثانية، وملف عم بيكشف الثاني، واعتراف عم بيجر الثاني، وقاضي عم بيلحق الثاني، ودولة عم تلحق الثاني، وهيدي دحرجة ما رح توقف. وقد ما كان القرار السياسي بوقفة كبير، وقد ما كان التدخل كبير، وقد ما كان الوقت طويل، تيار الوطن الحر ما رح يوقف ولا رح يتعب، ورح يكمل مساره الثابت، ورح تتقاطع معه مسارات تانية بدايتها بفرنسا وأوروبا ونهايتها بأمريكا، وبكل تقاطع رح يسقط راس كبير. وآخر شيء بقلكم كمان شو رح يعمل التيار الوطني الحر؟ تتذكروا لما قلنا رح نواجههم ونحاورهم، وهيدي معادلة وحدة ما بتنفي الثانية، رح نواجهكم بملفات الفساد، لنسقطكم بالقضاء أو بالقوانين بمجلس النواب أو بالسياسة، وبذات الوقت رح نحاوركم محل ما نحن مجبورين لنخلص البلد مثل انتخابات الرئيس، ورح نبقى منفتحين ومتجاوبين ومرنين، ترفضوا اسم في تاني، ترفضوا تاني في تالت، وما بتخلص الاسامي يلي ممكن يصير في عليها توافق جزئي او كامل، مسيحي او وطني، ما بتخلص الاسامي يلي فيها تقدم خير للبلد. المهم يصير في توافق لحتى تتأمن الأكثرية، يما بالنصاب يما بال 65، وبمرحلتين، وحدة مسيحية ووحدة وطنية، وبمرحلتين، وحدة بال 65 وحدة بال 86. رح نقبل بكثير اشياء وبكثير اسماء وعم نقبل، ولكن ما رح نقبل برئيس مين ما كان اذا كان جزء من المنظومة. رئيس هلا اليوم عم نحكي وفي اعلان، فما حدا لا بيسرب لا تتعذبوا ولا شيء. من باريس تعودتوا تسربوا، بقى اليوم ما في. ما رح نقبل برئيس مين ما كان اذا كان جزء من المنظومه. رئيس ليك وديع عمه يكمشهم مش يحكمهم. رئيس ما رح تكون اولويته الا حمايه المنظومه، لانه هي جابته، واذا ما حماها اصلا ما بتجيبه ولا بتخليه يبقى محله.
ومنتأمل من دول العالم الحر ببلد الحريات. تساعدنا هالدول لنحافظ على الحرية عنا بانتخاب مين نحن منريده من دون تدخل خارجي. ومنتأمل من الرؤساء يلي عم يعملوا إصلاحات داخلية ببلدهم انهم يساعدونا مثل ما عم بيساعدونا لنعمل إصلاحات داخلية ببلدنا، وتبقى أولويتهم الإصلاحات وما يغبطوا أي حدا ما ممكن يعمل إصلاح. التيار الوطني الحر بكل الأحوال رح يحاور أي مرشح من منظومة الإصلاح، ورح يواجه أي مرشح من منظومة الفساد. ومن فرنسا الحرة، التيار الحر بعاهد لبنان الحر انه ما يدعم الا رئيس حر من الفساد. بدي اقول لكم انه فرنسا علمتكم وعلمت العالم كله انه المبادئ ثابته والمصالح عابرة، وهيدا مشهد لبناني حضاري بيجمعنا على قيم وعلى مبادئ الحرية والديمقراطية. ونحن ناس لازم تكون تعلمنا انه الحلول يلي بيفرضها الخارج تعمل مصالح الخارج، والحلول يلي بتجي من الداخل تصنعها الشعوب الحرة وبتفرز وسائل خلاصة بإيدها وبتنتج حلول نابعة من وجدانها ومن إرادتها وخيارها، وحلول بتكون على قياس وطنها مش على قياس الخارج ومصالحه. مشان هيك من حق اللبنانيين انه لما بيكونوا دفعوا ثمن الخلافات العربية انه يقبضوا أثمان للمصالحات العربية والإقليمية، ومن حقهم يعرفوا شي مرة كيف يوقفوا لمصلحة بلدهم مش لمصالح الآخرين. لأنه المعادلات الكبيرة لما بتكون عم بتصير، الدول الصغيرة لازم تحمي حالها، تحمي حالها بشعبها بتضامن شعبها مع بعضه البعض، ونحول لبنان من خط تماس بين شرق وغرب إلى خط تواصل وانفتاح بين شرق وغرب. وهيدا دورنا وهيدا دوركم أنتم اللبنانيين منتشرين بكل دول العالم، يلي أنتم عم بتأمنوا الصمود للشعب اللبناني بلبنان. أنتم يلي إلكم الفضل ببقاء لبنان بأيام صعبة كتيرة وبهيدا الزمن الرديء بالذات. بفضلكم بفضل محبتكم وكرمكم وعاطفتكم للبنان، لبنان بعده واقف وصامت. يمكن كتار بيستكتروا عليكم حقوقكم بالجنسية أو بالانتخاب. نحن عملنا المرحلة الأولى من الانتخابات وردينا الحق لللبناني لينتخب برا. إن شاء الله، وما بدي أقول إن شاء الله، بدي أقول أكثر إن شاء الله، لأنه لازم نكون تعلمنا من غلط المرة الماضية، انه هالمرة نحقق يكون في إلكم نوابكم يلي بيمثلوكم بالمجلس النيابي، مش بس صوتكم يكون عندكم تمثيلكم المباشر، مش بس حقكم بالانتخاب، حقكم بالتمثيل يلي هو بيوصلكم ناس على البرلمان عطوله بيصنعوا لكم سياسات انتشار واختراب، وبيصنعوا لكم سياسات بتحقق لكم حقوقكم ومصالحكم. هيدي محبتنا الكبيرة لإلكم يلي تعلمناها كمان من محبتكم لفرنسا ومحبتنا نحن لفرنسا واللبنانيين يلي فيها، ولشباب الار بي ال وصباياه يلي كبروا لنا قلبنا. انت مش صبية، شو بدي بشوف شباب التيار وصباياه يلي بيعطونا الامل، شفناهم اليوم وكل يوم عم ينزلوا يرجعوا يتحركوا الشارع بنبض الشبابي ويعطونا الامل ويذكرونا نحن كيف كنا. نحن بعضنا مصدقين حالنا شباب، يعني ما تشوفوا حالكم علينا بقى. هودي الشباب هن يلي بنسمع منهم
الحكي عن المستقبل ومنشوف بعيونهم البرقة يلي بتعطينا الالتزام معهم ان نضلنا واقفين معهم. نحن وانتو والتيار وكل اشراف لبنان واحراره بدنا نضلنا نمثل الحلم للبنان وانتو الامل فيه. عشتوا وعاشت فرنسا وعاشت لبنان.